من ذهب عقله وهو المهذري أو المخرف فإنه لا يلزمه صوم ولا إطعام، لأن القلم رفع عنه كما ثبت في المسند والسنن، قال صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم المجنون حتى يفيق، وفي رواية حتى يعقل. فإن كان يهذري تارة ويعود إليه عقله تارة ولا يدري أهل البيت، فإنهم يأمرونه كل يوم قبل الفجر بالصيام، فإن صام دل على أن عقله معه وتبرأ ذمته، وإن أفطر دل على أن عقله ليس معه، وبالتالي لا إطعام عليه ولا شيء عليه.